مسرحية فضل القرآن الفصل الأول في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا بشوات انتم عارفين احنا حاطينكم ليه في فصل واحد بعد ما كلفتوني مع المدير واولياء اموركم ومستوياتكم اللي جابتكم الضعف مدير السلطه واغلب المدرسين بتمشوا منكم. يا رب تساعدونا عشان تتحسن ان شاء الله. استغفر الله العظيم يا رب. استعنا على الشجر الكلام لازم تساعدوني وخصوصا الفترة اللي في البيت.
احنا المدرسين هنا بنشرح وممكن المدرس يبقى جواه قلق وبيكمل شرح، لكن بعد ما نطور البيت وتلعبوا الكتب وتمسكوا الموبايلات بالساعات وتلعب في الشارع هتضيعوا كل اللي احنا عملناه. لازم الكل يتعاون، المدرسه والاسره والمسجد والمجتمع، ده كله ده علشان الطلبه ترجع زي زمان. احنا المدرسين عايزينكم تبقوا احسن مننا علشان نفتخر بيكم، علشان ولادنا. ايوه ولادنا. الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اولد صالح يدعو له، والمقصود اي ولد انت علمته شفتك بس. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه يا مريم، دايما الاستاذ محمد مع حد، لازم نبدا من نفسنا. الوقت اللي احنا بنضيع بعض المدرسه في حاجات مالهاش لازمه لازم نستفاد بيه. ايوه، هو الاستاذ بيعمل اللي عليه لكن احنا مش بنعمل اللي علينا. طيب دلوقتي ايه الحل؟ الحل في ايد ربنا يا سيدي. مدرسه القران اتفتحت في قريتنا، لازم نجدد فيها. طب والمدرسه دي هتفيدنا في ايه؟ حفظنا كلام الله عز وجل، وكمان انا سمعت ان هم بيخلونا نكتب النص القران. طب كمان انا اتحسن في قراءه الكتاب. خلاص انا هاجي معاك بكره ونتقدم فيها ان شاء الله. دور يا شيخ جمال. مسرحية فضل القرآن، المشهد الثاني في البيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتوا اللي حصل للأستاذ محمد بسبب حزنه علينا وحزنه على مستوانا، وارتفع عليه الضغط جامد وخد أجازة من المدرسة شهر. وهو الوقت في المستشفى، احنا يا استاذ لازم نغير المنهج سريع لاننا نحقق حصه القران. الاستاذ يقول هو مريم فاتت مدرسه القران الكريم. مريم لازم تساعد وقت المستشفى يتحسن. بس هروح مدرسه تاني لما انا بنسجل نخلص من المدرسه. مش مدرسه تاني، احسن من كده بشويه وبعدين تلو مني الاسبوع. دايما نقدم ونجرب يمكن انا اتغير. المشهد الرابع في مدرسة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مدرسة القرآن الكريم، وأرجو منكم الالتزام بكل القواعد. طلعوا معايا يا أولاد سورة الكوثر وقولوا معايا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ يا صلاح.
الهوية. إنا أعطيناك الكوثر عصام صلاح وسيد مريم
ومانا دول اللي قدامي ما يا استاذ انا الفوق صبر كل حاجه صبر يا عم حافظ بس خدمة الدولة حافظ المشهد السر في مدرسة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عمك صالح أبو الواد سيد أنا عندي الضغط السكر وسيد الواد سيد ده أصغر واحد في عيالي كان شاري دواء كان بيدخل البيت يرمي الباب ورجله دلوقتي بيدخل وبيرمي السلام كان بياخد بيد الشمال دلوقتي بياخد بيد اليمين وبيحط زرور القرآن عشان يصلي بيه الحمد لله وفضل ربنا سبحانه وتعالى يا حبيبي يا شيخ مدرسة القرآن كنز عظيم يا ريت كانت على أيامنا عشان كنا حفظنا حفظ صحيح طب ما احنا فيها يا عم صالح عندنا مجميع كبار وكلاها وبيحفظ ممكن تقدم وتاخد معاهم أكيد يا شيخ أقدم وأحفظ زيهم أيوة طبعا هتحفظ وتطلع الأول عليهم كمان إن شاء الله إن شاء الله أطلع الأول وأخرج يا سيد وأنا صغير صاروخ في الحفظ وإن شاء الله أقول لأصدقائي عشان يحفظ زيي وأخد السؤال يا رب أحفظ القرآن عشان أدخل فيه بجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف يا أستاذ محمد إن ده الشيخ قال إن ليه فضل علينا ويعلى مستوانا للأحسن خلال المدة القصيرة دي. في مدرسة القرآن على حدوث وغير مستوى الطلبة الأدبي قد العلم. احنا كنا محتاجين كده من زمان علشان الطلبه تستفيد من وقتها وتحفظ كتاب الله وعلى فكره اولاد العالم المصري سيدنا موسى حفظ القران ويحفظ الكتاب ربنا يا رب شكر لله احنا سبب من الاسباب ونتمنى كل الطلاب ان تتخذوا معلم المدرسه ومعلم القران معلم ومعلم ايه معلم ايه وتحققوا من استرعاكم الله عليهم وتلقوا سيرهم من
العلم والخلق ولا تتركوهم هملا فيضيعوا فان علم لهم كل اضياع ورحله عما امر الله به في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره صدق الله العظيم فان عملهم تقل عن المسؤوليه التي حماكم اياها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع في اهله ومسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسؤوليه جعل ابناءكم يحرصون على حضور حلقات القران وتوجيههم للاداب التي يجب اتباعها مع معلمين واصحابهم في الحلقه وشكرا.